في كاس مصر، وبالتالي كل الفرق يعني مثلا النادي المصري البورسعيدي الكابتن علي ماهر ادى اللاعبين اجازه تقريبا 4 ايام، بعد كده يرجعوا تاني للتدريبات، لان برضو عايزين نقول ان مشوار الدوري مشوار طويل، كل 3 ايام مباراه، الامور قريبه قوي منها، وبالتالي اكيد اللعيبه عايزه تستمتع شويه تهدي شويه. معانا المدرب العام لنادي المصري البورسعيدي كابتن محمد عبد الكريم. كابتن عبد الكريم اهلا بيك. عباس اهلا بيك، تحياتي ليك وتحياتي لطاقم العمل اللي معاك. انا بشكرك على الجمبري والسمك، وانت كنت قاعد جنبك وانت عمال شفت انت اللعيب صانع الالعاب اللي بيباص لراس الحربه كده ويجيب جوان. انا بشكرك بصراحه، عايز بس اشكرك يعني انت قلت لي ما تتكلمش في الموضوع ده، قلت لك مش هقدر. حبيبي يعني الحمد لله يعني حبيبي يا كابتن، مبروك يا كابتن. الله يبارك فيك. يعني بعد فتره تعصب عصيبه جدا، ضغط مباريات كتير جدا الفتره اللي فاتت، وكان اداء الاربع ماتشات اللي فاتوا الى حد ما كويس، بس التوفيق بتاع ربنا ما كانش معانا. فالنهارده مكسب مهم مع فرقه محترمه، والحمد لله قدرنا نعدي من مطبات الكاس. يعني دايما خلينا بس ابني على كلمه مطبات الكاس، ليه دايما يا كابتن في كل الدورات الكبيره الفرق طبعا محترمنا الفرق اللي هي يعني صغيره في ترتيب الدرجات اللي بيلعب فيها، ليه دايما بتبقى ند قوي؟ ليه اللي تبقى مباراه مذاعه او بيلعب امام فرقه كبيره عايز يثبت وجوده، ليه دايما بيبقى فيها اختلاف المباراه وفيها مفاجات دايما؟ يعني بص زي ما قلت حتى في الدورات الكبيره هي دايما اللعيبه دايما بتستسهل الموضوع ده، رغم احنا قلنا اللعيبه مهمه جدا، ما فيش حاجه سهله، لازم تحترم الفرقه عشان تكسب. النهارده الحمد لله يعني الفرقه الحمد لله ان هم ادوا ده كويس، وكان ممكن السكور يزيد، لكن في الاخر الماتش انك انت صعدت دور، فالاهتمام هيزيد اكتر لما تجي بقى تلعب فرقه مثلا من الدوري الممتاز، هتلاقي اهتمام اللعيبه اكتر. فبقول الحمد لله على المكسب، ومكسب في وقت مهم جدا بعد فتره يعني قبل فتره توقف طويله. يعني نقدر نقول النادي المصري كان محظوظ بتوقيت المباراه قبل فتره التوقف الدوليه، ولا يعني طبعا وترجع بمعنويات اكتر، تدي اجازه، تدي اجازه 4 ايام للعيبه يرجعوا بعد كده يريحوا شويه برضو من مشقه الدوري كله؟ اكيد طبعا اللعيبه هتفصل واحنا هنفصل. احنا اخر مباراتين في الدوري الاداء كان كويس جدا، مش عايز اتكلم على اخر ماتشين والاداء التحكيمي، يعني اداره النادي اتكلمت في الموضوع ده، فما كانش التوفيق معانا ان احنا نقدر نكسب اخر مباراتين في الدوري. فالنهارده انك انت بتنهي قبل فتره التوقف بمكسب مهم جدا وصعود لدور ال 16، فبقول الحمد لله على المكسب، ونقدر نفصل الاربع ايام دول ونبدا نشتغل تاني استعداد لمباراه قويه جدا مع نادي الزمالك بعد استئناف الدوري ان شاء الله. خلي بالك بعد الزمالك سيراميكا والاسماعيلي، خلي بالك كل المباريات يا كابتن، كل المباريات القادمه لكل فرق الدوري هتبقى مباراة صعبه، مباراه كؤوس. الفترة دي يا محمد مهمة جدا، ان الفترة الجاية مضغوطة، فمهم جدا انك انت جت في وقتها انك انت تفصل، ان صعب اي فرقة او اي نادي يلعب تحت الضغط ده كله، يعني فاهم؟ فالفترة دي مهمة جدا. يعني كابتن محمد، يعني لما يبقى حضرتك كمدرب عام او كوتش للفريق او مدرب مساعد متواجد في الجهاز الفني، وتلاقي انت ليك ضربة جزاء اجمع عليها كل الناس ويطرد لك لاعب، انت بره الملعب حساباتك بتبقى ايه، او العامل النفسي عليك بينعكس ازاي؟ يعني صعبه جدا. يعني لان احنا وقتها عارف يعني صعب، وبعدين كمان انت بتحسش ضرب جزاء وبيحرمك من لعيب مهم جدا عندك ميدو جابر، فبتديله انذار وبتديله طرد في وقت طويل، يعني 40 دقيقه انك تقعد مع فرقه محترمه زي فيوتشر. لكن الحمد لله اللعيبه برضو قدرت، احنا واحنا 10 لعيبه كنا ممكن نكسب، لكن توفيق ربنا ما كانش معانا. مش عايز اتكلم، اداره النادي اتكلمت في الموضوع ده، واحنا الجهاز الفني الكابتن علي معودنا وهو نفسه، لا واحنا استعرضناها من خلال برنامج الريمونتادا مع الكابتن جاد جريشة، واقر يعني بحقيقه النادي المصري في ضرب الجزاء. كتير عرضوها وكل الساده المحللين والساده الحكام، لكن في الاخر النادي المصري استفاد ايه؟ استفاد ان هو ما اتحسبوش ضربه جزاء، وخسرنا لعيب مهم جدا زي ميدو جابر الماتش اللي جاي. لكن في الاخر نقول الحمد لله صفحه قفلناها ونستعد للي جاي. كابتن محمد، النادي المصري البورسعيدي نادي كبير بجماهير عريضه، بجماهير كبيره، جماهير محبه يعني للنادي الى اقصى درجه. المصري بسم الله ما شاء الله تاتش وود في المركز الثاني من اول الدوري حتى الان، شايفين طموحات المصري اللي جايه ايه مع الكابتن الكبير كابتن علي ماهر المدير الفني القدير؟ يعني احنا نتمنى ان شاء الله ان احنا ننهي الدوري في المربع ونشارك في افريقيا السنه الجايه ان شاء الله، و مع إدارة النادي بمستر كامل ومستر موسى أنت موجود، ما فيش حاجة تتأخر علينا،
مع دعم الجمهور اللي بصراحة الواحد يعني بيشكره. خلي بالك كابتن محمد تبقى رابع مرة للكابتن علي ماهر في دوري افريقيا في الكونفدرالية. يا رب يا رب يا رب محمد ان شاء الله تتحقق لنا السنة دي وهنقفل ونفكر في الفترة الجاية ان احنا لازم نكون في نختم في الدوري في المكانة دي ان شاء الله. الشامي في منتخبنا الوطني ومعتز زدان في منتخب تونس وايضا لاعبين في 2005 في مع كابتن وائل رياض وايضا احمد عيد منتخب اولمبي في منتخب اولمبي. اعتقد ان دي برضو حاجه من الحاجات اللي بتسعد المدير الفني وجهازه. طبعا 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 اي لعيب بينضم للمنتخب ده بيبقى نجاح للجهاز ونجاح للاعيب وشرف للاعيب انه يلعب منتخب مصر او منتخب تونس زي معتز يعني.